كنا ناخد موضوع الماب. طيب لنفترض أنه في عندي ليست مثلا الواحد فيها مجموعة من العناصر أبل بنانا تشيري، وبدي أعرف دالة تقيس لي طول كل كلمة في هذه الليست، فبالتالي هي يفترض أنه هي ترجع ليست، فبالتالي ديف جيت لين وبديها إيه ليست، تمام؟ وبدها تروح تلف على كل عنصر من عناصر الليست for element أو for word in a list. أحكي إنه بدي أعرف لستة فاضية زي هيك، وهنا أعمل append للين تبعت الوورد، وأعمل return للوورد لين. تمام، هذه ممكن أعملها في سلة حال. وهنا بدي استدعي الدالة هذه للألواح. تمام، أنا اديتها ليست بترجع لي ليست، إنه هذه خمس أحرف، هذه ست أحرف، هذه ست أحرف. تمام، لقيت هذا الكلام كله أنا ممكن أختصره بطريقة ما، إنه بروح بعرف العملية لعنصر واحد بس، فهذه أنا بدي أعملها لليست get len للبوردز في الليست. أنا إيش العملية؟ نحسب طول الكلمة صح؟ فبالتالي بعرف get word length، تاخذ word بترجع len وفي الword. شايف كيف شايفة كيف الفانكشن صارت مبسطة؟ تمام؟ الآن بدي أروح أقول إنه أنا بدي أمرر لك list وتعمل لي map، وتروح تطبق هذه الدالة على كل عنصر في الليست وترجع لي ليست. فبحكي map اسم الفانكشن والواحد. أنا ما عملتش run لهاي السيل، تمام؟ فهنا print ممكن أنا أخزنها في متغير وأقول إنه lens بتساوي هنا box. هي list، خليني أعملها tuple
نفس النتيجة. هي iterable على فكرة. map هاي النتيجة تبعتها، بس هذه إنه زي هيك، هي رجعت ليست، عملها كاستنج لليست. أوكي، يبقى هنا ببساطة يعني بدون ما إحنا نهزم نقول إنه ليست. هذه ممكن نرجعها زي ما كانت ليست. تمام، طب ممكن أعرف ليست لسه تانية، الاثنين تساوي ناتوس بدي أعرف دالة جديدة ديف. أنا بدي أعمل عملية على ليست، على تو ليست اللي هي وورد كون كات. بدي أحكي له إنه في عندي وورد واحد، وورد اثنين، ولو سمحت أعمل لي كونكاتينيشن. طبعا البلس أنا عندي في السترينج هي عبارة عن كونكاتينيشن، وورد واحد بلس، بدي احط سبيس بيناتهم وورد نيم. طبعا هاي الدالة انا ممكن اجربها احط لها تو سترينجز، مثلا احمد او محمد علي، فبتعمل كونكاتينيشن لهذول الشغلات. فقلت انا ممكن اطبق هاي بالماب على تو ليست بهذا الشكل، فبحكي انه نعملها كاست من الاول از ليست، واقول له ماب اسم الداله وورد كونكات، طبعا بحطها بين اقواس بدون اقواس، تمام، وهي لحالها بتروح بتعوض البراميتر. يعني هنا لاحظوا انا لما حكيت لما طلبت منه انه هو يعمل ماب واديته اسم الداله، بقول له لو سمحت خذ لي العنصر الاول في الليست هذه ومرره لهذه الداله، تمام، وبعدها خذ لي العنصر الثاني ومرره لهذه الداله والعنصر الثالث، والنتيجه جمع لي اياها في الليست، تمام، في ماب. هنا انا في عندي تو باراميترز بالضبط، فبالتالي هنا بدي اديله تو ليست الواحد الاثنين، فبقول له خذ لي العنصر الاول من الليست الاولى والعنصر الاول من الليست الثانيه ومرر لي اياهم للوورد كونكات، تمام، وهكذا كمل للبقيه. فبالتالي انه كود ريدبل اكثر، هنا عمل كونكاتينيشن الابل مع التوميتوس والبنانا مع البوتيتوس والشيري مع الكاروت، بغض النظر اذا كانت الكومباينيشن هذه بتنفع ولا لا، مش ضابطة، تمام. هذا بخصوص الماب، فشفنا انه على عدد البراميتر في الدالة بيعتمد على عدد الليست.
بتسهل علي الأكواد، حلاقي إنه أنا عندي في الباندا، مش إحنا شفنا المرة الماضية إنه أنا كيف ممكن أجيب عمود، والعمود هذه يعني بيرجع لي لستة، بدي أطبق عملية معينة على اللستة هاي مثلا، إنه مثلا زود لي 2 على كل واحد من هدول العناصر، فبالتالي بعملها في دالة الماب، حتمر علينا إن شاء الله.